شهد بمدينة مراكش مشروع سياحي ضخم ضم العديد من المرافق الترفيهية والتطبيبية التي تسعى إلى التعريف بعاصمة البهجة وجعلها في مصاف أشهر مدن العالم. وكشف مسؤول بالشركة المكلفة بالمشروع الضخم في تصريح لأحد المواقع المغربية أن مشروع إم أفينيو يضم مسرحا مجهزا بأحدث التجهيزات ويتوفر على معدات عالمية، كما يضم مطعما اختير له اسم الدوار والذي يقدم بدوره أشهر المأكولات التقليدية المغربية. وإلى جانب ذلك، أكد المسؤول الذاتي أن المشروع يحتوي على وحدة فندقية راقية تضم شققا فاخرة تابعة للاعب كريستيانو رونالدو وتسير من قبل شركة شهيرة عالمية في تسيير الفنادق.